طب الخبر اللي بعد كده، الجيش المصري يسيطر على الاقتصاد ويحمي نفوذه، ده الخبر ده جاي فين؟ دوت في هارتس، وتحديدا في ذا ماركر، ده الملحق الاقتصادي في هارتس. بيقول لك هو طبعا هم متوصين بالسيسي قوي، يعني التقرير اللي احنا قرناه ده كان النهارده، والتقرير ده من يومين، ده مفصصين فيه بقى موضوع الجيش والسيسي وكده. بس هو العنوان بتاعه لو جينا وقفنا على العنوان صادم شويه، بيقول ايه؟ شراء المدافع، لا اعراب العبري، متسرايم مع دفاع لاشكيع بتتحيم بمكوم بجرفيم. يعني بيقول ايه؟ مصر، مصر السيسي يعني يقصد ان تشتري بالاموال المدافع افضل من ان تشتري بها الملابس. يعني عايز بقى البلد عريان وانت قاعد تشتري. يا ده قاسي جدا. طبعا قاسي جدا عليه. هو العم وصيفي برئيل، وده من اكبر خبراء يعني الشرق الاوسط، وكاتب فيه معلومات مهمه جدا عن اقتصاد الجيش. زي ايه بقى؟ زي ايه المعلومات؟ يعني البدايه هو كاتب يحب السيسي شراء الاسلحه، ده في الفقره الاولى تحت. منذ انتخابه في 2014 ازدادت واردات الاسلحه بمصر بنسبه 215%. ولا تزال في ازدياد. قال الاسبوع الماضي في القاهره، وده السبب اللي هو كتب عليه، هي 215%. واردات الاسلحه لا، اللي هي نسبه الشراء، يعني انت كنت بتشتري ب 1% بقت 215%. تمام. هو هنا بيسخر من توجيه في 2014 و2015 2014 منذ استلامه الى الحكم في 2014 عالت نسبه شراء الاسلحه بنسبه 215%، وهي قائمه على ازدياد. يعني امال ايه ال 41 اللي مكتوبه تحت دي، ال 400 الواحد اللي هو بعد كده كتب بقى اللي في الاسبوع اللي فات، وده مناسبة كتابته للتقرير. كان يقيم في مصر معرض الأسلحة اللي شمل 41 دولة. وكان فيه 400 شركة سلاح دولي. فهمت. وكان فيه معدات من كافة. قالوا فيه كمان أن ميزانية مشتريات لوزارة الدفاع تعتبر سر قومي لا يستطيع أحد أن يطلع عليها، وقدرت ب 4 مليار وسوف تصل في 2022 إلى 6 مليار. تمام. قال بس مش بس بقى. كم هي مقدرينها بكم ميزانية الجيش؟ 4 مليار دولار للمشتريات، مشتريات الأسلحة. مش ميزانية الجيش، لا ده المشتريات بس، مشتريات الأسلحة 4 مليار دولار سنويا. وهتوصل ل 6 مليار. وقال إن دي مش من الحاجات اللي هي زي الدول التانية بتكون معلنة، الجيش لا يعلن أي شيء، وحتى البرلمان لا يجرؤ على مناقشته. قال هنا كمان برضو إن هذا الجيش يسيطر على أكثر من 50% من الاقتصاد المصري، وان انكر السيسي ذلك في احد المؤتمرات وقال احنا عندنا 2% بس. ده برضو قايلها في التقرير. قال بقى من ضمن الحاجات ان الجيش عنده المصانع الحربيه بقت بتعمل ايه بقى؟ اساس ونوافذ الومنيوم ومعدات طبيه وادوات ملاذ بلاستيكيه، كما تبني المساكن للشباب. كل هذه الارباح تدخل الى صندوق القوات المسلحه وارباحه دون ان يكون لديها رقيب، وهي تستغل ايضا في صفقات اسلحه غير معلنه. يعني هو قال 4 مليار واغلب المكاسب ديت بيروحوا يشتروا بيها سلاح غير الأضافة. لكن هو بيقول اسلحه مصانع الجيش بتعمل ايه؟ مصانع الجيش بقت بتعمل اساس ونوافذ الومنيوم ومعدات طبيه وادوات منازل بلاستيكيه. فين الفقره دي في البتاع؟ هنا موجود هنا. الفقره دي في التقرير ده بيقول ان مصانع الجيش بتعمل ادوات بلاستيكيه واساس وادوات طبيه. دي ترجمه حرفيه للتقرير، انا ترجمته كامل. بحيث ان انا برضه ابقى عارف الترتيب. طيب كمل اللي بقى بيقول لي كمان. بيقول برضو في جانب تاني ان خزائن الجيش العميقة، بيقول جيوب الجيش عميقة جدا من كثر الفلوس اللي فيها، لكن تقف في تناقض حاد مع وضع المعيشة المصريين. المصريين فقراء جدا، يعني مكاسب الجيش المؤسسة العسكرية غنية جدا، يعني الفقر الموجود في مصر لا يتناسب مع مؤسسة الجيوب العامرة للمؤسسة العسكرية. وقال ان هم على الرغم من المؤسسات التمويل اللي بتعطي للسيسي مؤسسات دوليه اغدقت عليه الاموال، لكن سياسته الاقتصاديه جعلت برضه التضخم يزيد يوصل 17.7%. تمام. قالوا بقى المره في الاشهر الاخيره من ضمن الامثله، قال ان المصريين ما كانوش لاقيين بطاطس وزادت بنسبه 140%، والطماطم زادت ب 44%. يعني ده تقرير عن مصر بالكامل يعني. كامل. وهو ليه متابع ده ارتست في الملحق بتاع ذا ماركر؟ انت بتقول ذا ماركر هو اصلا المفروض هنا بيتكلم عن جانب اقتصادي، لان ده ملحق اقتصادي. واختص الحديث فيه على معرض الجيش للاسلحه، فخد صوره المعرض. حتى احنا بنشوف برضه في الصور، لو احنا نمشي البتاع ده شويه هنلاقي جايب الجنود اللي بتاخد سيلفي مع بعض قدام تحت. ده في المعرض، ادي الجنود المصريين.
خدوا سيلفي. نرفع كمان جايبين بنوتة كده برضو شايلة سلاح، قالوا دي مصرية كانت بتزور المعرض وخدت صورة مع أحد الأسلحة الموجودة. دي بنوتة مصرية كانت موجودة. فبيقول ده حدث يحصل لأول مرة إن مصر تعمل معرض الأسلحة. وقالوا بقى آخر حاجة، بلغت الديون الخارجية لمصر في شهر نوفمبر اللي اتعمل فيه المعرض دوت 92 مليار، هتلاقيها موجودة هنا. يعني إسرائيل بتقدر إن ديون مصر دلوقتي 92 مليار؟ هي مكتوبة هي. طب اقرأها الله يسترها. معلش. بنوفمبر 92 مليار دولار. اقرأها بالعبري. تمام. معلش هحوفها حت سيونيش المتسعيم. مين اول واحدة؟ مين اول واحدة ايه دي اللي هي ديو دين دين لا انت قلتها ايه؟ هحوف حت سيونيه. ايه يعني الدين الخارجي يا عم؟ اقولها بالعبري. حوف يعني واجب او دين. حوف يعني واجب او حت سيونيش المتسعيم هجيع بنوفمبر ل 92 مليار دولار. 92 مليار دولار دي الديون الخارجية. وليس 17 دي 17% بزيادة سنوية عن نفس الوقت ده في السنة اللي فاتت. زدنا 17% بزيادة 17% عن نفس النسبة دي السنة العام الماضي. وقال ان في ودوت كمان في 30 مليار دولار فوائد سنوية لهذه الديون. ليه 30 مليار دي؟ يعني ديون مصر وصلت طبقا الإسرائيليين 92 مليار في شهر كام يا في نوفمبر. نوفمبر الماضي بزياده 17% على السنه اللي فاتت. عشان السنه عن السنه اللي فاتت دي فوائدها يعني 30 مليار دولار سنويا. يعني ده 30 دي 30 مليار. 30 مليار ده دولار سنويا. الفوائد على الديون. يا خبر ابيض. يعني وقال ان هو ده يعني وضع مأساوي. يعني ما طبعا يعني دوله مصر تدفع 30 مليار كل سنه للديون. على الديون دي. وقال ان دوت يمثل شيهين كشليش متكتسيف هم دينا. ده يمثل تلت ميزانية الدولة أو الانتاج. يعني انت كده تقريبا تلت فلوسك بتروح لسداد قيم الديون. هو قال هنا ان هو السيسي تعاظم في موضوع الديون دوت والاستدانة الخارجية، لكن هذا لم يخرج على الحد الخطأ على, على, على الاقتصاد المصري. وينتقل الى الناس. طيب يعني اذا ديون مصر هي 92 مليار تبقى في نوفمبر تبقى للإسرائيليين، و فوائدها تدفع 30 مليار. فوائد الفوائد ولا فوائد اجمالي الديون سنويا 30 مليار دولار. طيب الخبر اللي بعد